يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم، يعني يمكن في خبر كان معايا وبقول ان البرتغالي جوميز هيرجع من اجازته وهيبتدي في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد. من يتحمل خروج نادي الزمالك والاقصاء من دور ال16؟ صاحب القرار، من هو صاحب القرار؟ ما تسألنيش السؤال ده عشان انا مش هقدر اجاوبك عليه. شوفي، الزمالك على مدار الموسم نقدر نقول كان في افتقاد للرؤيه، سواء من الجهاز الفني او من الاداره، ايا كان مين هو صاحب القرار. افتقاد الرؤيه ده بدأ من بعد التتويج بالبطوله الكونفدراليه. انا ما حسبتش حسابات الموسم بتاعي على مدار من اوله، من اول ما بعد التتويج بالكونفدراليه لحد نهايه الموسم، هسيب ايه مقابل ايه؟ هسيب بطوله الدوري وما يفرقش بقى معايا خالص ترتيبي يبقى ثالث رابع خامس، مقابل ان انا اريح اللعيبه عشان تلاحم المواسم، ولا هركز في بطوله الدوري؟ وبالمناسبه كان في احد او في بعض المباريات المؤتمر الصحفي جوميز كان متمسك بالمنافسه، رغم انها نظريا كانت بعيده بنسبه كبيره عن نادي الزمالك، يعني حتى ما قبل الانسحاب من مباراه الاهلي كان في نظريا ان المنافسه بين الاهلي وبيراميدز لحد نهايه الموسم. ففكره التمسك ببطوله الدوري ثم عدم خوض مباراه الاهلي ثم ان انا خلاص اتاكدت ان انا نظريا وعمليا خرجت من المنافسه، فبدات اعمل ميكس بين ان انا اريح بعض اللعيبه الاساسيه وبين ان انا اصعد بعض العناصر ثم بدات اريح اللعيبه كلها. الخطوات دي كلها كانت تدريجيه، ما كانش في قرار حاسم من اولها ان انا لا من بعد مباراه معينه هريح اللعيبه، وراحه سلبيه فعلا لمده 10 او 15 يوم عشان بعد كده افكر بقى في بطوله كاس مصر. وده سؤال حضرتك، من يتحمل خساره كاس مصر؟ الفكره في ان انا كملت في بطوله الدوري ثم لقيت نفسي الوقت مضغوط جدا وعندي 10 ايام هاخد فيهم 3 جولات لو انا كملت كاس مصر لحد 30 اغسطس، فهتبقى مضغوطه جدا بالنسبه لي. فبدات ان انا اشوف العناصر اللي موجوده مين معايا، قلنا هنبدا بالعناصر الشابه ومعاهم الاربع اسماء الخبره سواء رؤى، شيكابالا، ناصر منسي، بعض الاسماء اللي كانت موجوده خبره، ثم الثلاثه اللي راجعين من الاولمبياد كانوا موجودين ولكن كانوا موجودين على دكه الاحتياطي، حسام عبد المجيد وزياد كمال ومحمد شحاته. اتخيل ان الزمالك ما كانش حاسب حسبه كاس مصر في حساباته في الدوري، مع انها برغم او بعد قرار النادي الاهلي بان هو يعتذر عن استكمال المسابقه كان لازم نادي الزمالك يتمسك بالبطوله دي فرصة على اعتبار البطولة. ان انا فرصه يعني انت موسم واخد كونفدراليه بس اصحح مصاري في الموسم وان انا اكون بطل الكونفدراليه وبطل كاس مصر. كنت اتخيل ان نادي الزمالك لازم ياخد الخطوه دي، ولكن زي ما قلنا ما كانش فيه رؤيه واضحه ان انا هسيب ايه في الموسم علشان انافس على ايه. دلوقتي بعد الخروج من كاس مصر واضح جدا ان الزمالك اختار ان هو يريح اللعيبه ويبدا يفكر في الموسم القادم، وقرار ده او تبعات قرار ده خسر بطولة الكاس وأيضا على مدار آخر عدد من المباريات جرب بيه عناصر من العناصر الشابة. ولكن وديت نقطة بقى مهمة يا أميرة، هنا بيفرض ضغوط كبيرة جدا على صاحب القرار اللي هو سواء الإدارة أو الجهاز الفني، إن لم أصبح مفيش خيار أمامك إلا التتويج بالبطولتين القادمتين، آخر 9 أو تحديدا 9 السوبر الأفريقي وآخر أكتوبر السوبر المحلي، حال مشاركة الزمالك فيه بالدعوة أو بالكارت الذهبي للمشاركة في البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق. فأعتقد أن دلوقتي الزمالك الضغوط كلها عليه أن لازم بداية الموسم طالما أنت اخترت تفقد بطولة كاس مصر وتريح اللعيبة وتجرب عناصرك الشابة، فأصبح مطالب أنك تفتح تفك القيد تعمل صفقات قوية وتفوز بالبطولتين القادمتين ليك. انت قلت لي ما تسالنيش من صاحب القرار، صح؟ طبعا، لان انا فعلا لسه هقول لك دلوقتي مين صاحب القرار. انا فعلا حقيقي هل ان ده تنسيق بين الاداره بقى سواء رئيس النادي او المشرفين على الكره الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد، ولا قرار من جوزيه جوميز تحديدا؟ اعتقد طيب ان انا انا خليني اقول لك حاجه. قرينا الفتره اللي فاتت الامور الخاصه بزيزو، تمام، وهل زيزو هيرحل عن نادي الزمالك ولا لا والصفقات والكلام اللي جاي. الناس لما سالوا جوميز قال والله ده قرار مجلس الاداره. مظبوط، صح كده؟ مظبوط. يعني واضح برضو، يعني انت متخيل زيزو قد ايه هو ورقه ورابحه ومهمه جدا في صفوف نادي الزمالك، ان المدير الفني يقول لك ده قرار مجلس الاداره واللي فيه المصلحه للنادي واللاعب انا مش هقدر اقف قدامه. صحيح. يبقى تتخيل ان جوميز ممكن يكون ده كان ده قراره في اللعب دوت او في تنظيم رؤيته للموسم. اتخيل ان الاداره هي الاكثر اختيار. يعني انا صراحه بحاول اقرا كده من بين السطور. عايز اقول لك يا اميره، هو ليه الكاركتر شخصيه المدير الفني؟ متفق معاكي، بس هو ليه الزمالك اصلا ما ريحش لعيبته
في بعد بقى ماتش الاهلي وبعد خلاص ما خرج من المنافسه نظريا او عمليا كمان، يمكن شويه من بعض الضغوط الجماهيريه او بعض المحللين الجمله دايما الكليشيهيه اللي هو الزمالك ما ينفعش يبقى موجود في الوضعيه دي، ما ينفعش سابع. ايوه لا بالزبط. عادي خلاص، ما هو خرج من البطوله، هو خسر البطوله اوريدي، كان يريح اللعيبه في الوقت ده حتى لو كان هيبقى ترتيب كده كده ضمنت المشاركه في الكونفدراليه بالظبط باعتباره بطل الكونفدراليه، مشارك في الكونفدراليه في الموسم الجديد. نتمنى له ايضا التوفيق هو والمصري ان شاء الله في المشاركه في البطوله في الموسم الجديد. ولكن زي ما قلت لك كان في عدم اتضاح رؤيه ان انا هسيب ايه قصاد ان انا اخد مكاسب ايه او اخد اكتسابات ايه. ويمكن ايضا بالمناسبه عدم تحديد مصير بطوله كاس مصر مبكرا ده ساعد في عشوائيه القرار سواء داخل بقى الاداره او الجهاز الفني، لان المسؤولين على اتحاد الكره ما كانوش حاسمين البطوله هتستمر، هتتلعب في الموسم الجديد، هتترحل، كانش لسه محدد لها، فما كانش في رؤيه ايضا لكاس مصر، فيمكن ده اللي تسبب في الدربكه دي كلها، على خلاف النادي الاهلي اللي كان الرؤيه عنده واضحه بشكل كبير جدا بعد التتويج بطوله دوري ابطال افريقيا والدوري. قال لك انا اعتذر واختار يريح اللعيبه واختار كمان عودتهم هتكون يوم ايه، فتنظيمه وتخطيطه للموسم كان افضل كثيرا يعني. مصائب قوم عند قوم فوائده، يمكن بيتقال كده دايما، ويمكن كنت بقول في اول الحلقه ان من 2011 كان امبي هو بطل الكاس بوت. من 2011 للنهارده الاهلي او الزمالك، الاهلي والزمالك بره البطوله، وده يدي طبعا يعني دوافع جديده طبعا لكل كتير. الانديه دي طبعا، كل الانديه بتحلم بالبطوله طبعًا. دلوقتي وفرصه بقى خلاص يعني، بالنسبه لبيراميدز او المصري فاضل لهم مباراه واحده ويبقوا على اعتاب النهائي. صحيح. بالنسبه للمباراتين اللي هيتلعبوا النهارده يعني ممكن اي فريق من الفرق دي يكون هو صاحب طرف. الطرف في الفاينل، فالجميع في الحقيقه عنده طموح، وخلينا نتابع ونشوف، لسه المفاجآت مستمره في طبعًا. كاس مصر.